في برضو سافرت في منطقة مش ما هي بيتي، يعني من العقبة أو أسكن في فندق أو في مكان ثاني أو عند رحيم لي، يعني شخص قريب، أو والمدة الزمنية تختلف، قد تكون أسبوع أو أيام، هل أجمع وأقصر أو هذه تنظر إلى حالتك في وقت نزولك في الفندق أو عند صاحب لك. إن كنت لا تزال في حالة السفر، لم تنوي الإقامة للراحة والاستجمام ونحو ذلك، فأنت كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المهم أن تلاحظ وضعك، فإذا كنت على سفر فأنت تقصر، وإن كنت استقررت وأجمعت الإقامة في المكان الذي فيه نزلت فتصلي تماما. ما فيش عدد من الايام نعم محصور، لانه بده يقيم مثلا 3 ايام او 4 ايام، أعرف هذا، لان فقط للراحه والاستجمام، يعني ما هي لا يوجد تحديد لأيام، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نويت الإقامة لا تنظر إلى الأيام، لأن الإنسان إنما ينوي الإقامة للراحة. أما الذي يكون على عمل وله أعمال يتابعها فهو مسافر مهما كثرت الأيام، والعكس بالعكس تماما. لأن الحقيقة أن مسألة السفر سواء من حيث قطع المسافة من بلد إلى آخر، أو من حيث الأيام التي يقيمها في البلد الآخر، مسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، وليس هناك نص يرفع هذا الخلاف إلا الرجوع للعرف الذي ربط الله تبارك وتعالى به أحكاما كثيرة، ومنها الآية التي ذكرتها آنفا، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا في الآية لفظان، أحدهما ما نحن في صدده السفر، والآخر المرض. وقد ربط الله عز وجل في كل من اللفظين حكم الصيام أو الإفطار، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيفطر ويقضي أياما أخر. هذا معنى الآية. لكن من معنى الآية فعدة من أيام أخر وجوبا لقضائها، لكن لا يفطر وجوبا، يعني إذا كان مسافرا لا يقال يجب عليه أن يفطر، وإنما هذا يعود إليه كما جاء في حديث حمزة الأسلمي في صحيح مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا رجل كثير الأسفار، ويدركني هذا الشهر شهر رمضان، أصوم أم أفطر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا المسافر إذا آثر الإفطار فعدة من أيام أخرى، أما إذا لم يجد حرجا في الصيام فليس عليه شيء، إنما يصوم كالمقيم. الأمر الآخر هو المرض، فمن كان منكم مريضا، هل هذا المريض الذي عرض له المرض في شهر الصيام لا يجوز له أن يفطر حتى يذهب إلى الطبيب ويأخذ منه راشيته
لأنه مريض؟ الجواب لا. كيف إذن؟ هو المكلف يحكم بنفسه على نفسه، فهو أدرى بنفسه من غيره، هل هو عليل أم مريض، وعلى ذلك يمشي. قصدي أن هذين اللفظين في الآية الكريمة أطلقهم الله تبارك وتعالى وما قيد لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك فمن كان مريضا كيف نعرف أنه مريض؟ مش ضروري أنت تعرف أنه زيد مريض، المهم أنه هو يعرف. هل إنسان يجهل نفسه؟ الجواب لا. إذن إذا رأى نفسه مريضا أفطر. ولو قال له الطبيب أنت مريض وهو لا يشعر بهذا المرض، إذن لا يتبنى رأي الطبيب، وإنما يحكم بنفسه على نفسه، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: بل الإنسان على نفسه بصيرا. إذن هذا الإطلاق يعني توكيل الأمر إلى المكلفين، كذلك يقال بالنسبة للمسافرين. ولا بد أن أذكر لكم مثلا طريفا بالنسبة للمريض في رمضان. عليكم السلام. لا بد أنكم تسمعون بمحمد بن سيرين، هذا من كبار علماء التابعين ومن المكثرين من الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بخاصة. هذا الرجل الفاضل رؤية في رمضان مفطرا، فاستغرب الراؤون له مفطرا، فأشار إليهم، يعني إصبعه موجوع، اعتبر نفسه مريضا وأفطر. إذن الإنسان هو الذي يحكم بنفسه على نفسه. لإتمام البحث وبعض البحث السابق، قد يخرج رجلان من بلد إلى بلد آخر وهما مسافران، لكن حينما يطبان البلد الآخر أحدهما مسافر يظل مسافرا والآخر يعتبر مقيما مثلك أنت، فالذي معك لا يزال مسافرا لأنه لم ينزل في بيت آخر له، أما أنت نزلت في بيتك الآخر فأنت مقيم وذاك مسافر، وكلاكما خرج من بلد ونزل في بلد. بل قد يخرجان من بلد أحدهما مسافر والآخر ليس مسافرا، كيف؟ هو لم ينوي السفر، هو لم ينوي السفر كما نواه الآخر، وقد ضرب لهذا النوع الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا رائعا جدا. تسمعون ببلدة حلب في سوريا، بين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، فتصور شيخ الإسلام ابن تيمية رجلا خرج من دمشق ليس مسافرا أولا، يعني هو من وسفر، وإنما مصطادا ليصطاد. خرج من دمشق إلى الغوطة، إلى قرية قريبة من دمشق مثلا عندنا اسمها جوبر، ما وجد صيدا، مشى من جوبر إلى حرستا، وهكذا تابع الطريق من حرستا إلى دوما إلى 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 بيقول شيخ الإسلام وصل إلى حلب. 400 كيلو
وصل 400 كيلو مشوا 400 كيلو. كيف؟ 400 كيلو مشى. 400 نعم. يعني دمشق كما تعلمون عاصمة سوريا، حلب في الشمال يعني بينها وبين حدود تركيا مسافات قريبة جدا. المهم هذا رجل قطع 400 كيلومتر وهو ليس مسافرا. لماذا؟ أولا لم ينوي عند خروجه السفر، صحيح هو قطع مسافة السفر لكن ما قطع وهو مسافر وإنما هو مصطاد. وهكذا المسائل فيها تنوع وفيها دقة، ويعود الأمر إلى قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. Thank you.